أحبائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. برنامجنا اسمه أحداث وأحاديث الرحيل، بنتكلم عن أحداث وأقوال قالها الرب يسوع المسيح قبل الصليب مباشرة. البرنامج دوت بيتناول إنجيل يوحنا من أصحاح 13 لأصحاح 17، وهيكون بيقودنا في التعليم أثناء حلقات البرنامج المتتالية الأستاذ يوسف نسان، وهنتكلم بدقة شديدة جدا في كل آية من آيات الأصحاحات ديت. عندي ثقة كبيرة جدا أن ربنا هيستخدم الكلمات ديت في تعليمنا وفي تطوير شخصياتنا، ويبقى فيه كمان تطبيق عملي نقدر نعيشه في الحياة بتاعتنا في الأيام اللي احنا فيها. أهلا وسهلا بيك يا أستاذ يوسف. أنا فرحان جدا وفخور جدا أن أنا بعمل معاك البرنامج دوت. أستاذ يوسف نسان هو القائد بتاعي، وأنا اتعلمت منه كتير جدا، وفعلا متشوق جدا أن احنا نبتدي مع بعض البرنامج دوت، وفعلا عندي ثقة كبيرة أن احنا نتعلم ونطبق في حياتنا العملية، وواثق أن شخصياتنا هتتطور وحياتنا بصفة عامة هتتطور. أهلا وسهلا بيك. شكرا يا هاب. شكرا يا حبيبي. خلينا في البداية نبتدي تكلمنا عن الاسم بتاع العنوان بتاع البرنامج. العنوان أنا كنت محتار بين أكتر من عنوان، وهيبان لي الحيرة لما هنبتدي النهاردة الحلقة الأولى. يعني أحداث وأحاديث الرحيل ده عنوان أنا سمعته في وعظات، 7 وعظات متتالية من الدكتور القس فايز فارس الراعي بتاع كنيستنا تحت العنوان ده أحداث وأحاديث الرحيل. بعد ما عمل ال7 وعظات نزلهم في كتاب برضك باسم أحداث وأحاديث الرحيل. كنت وقتها أول مرة أعرف أنه يوحنا 13 لغاية 17 دي كلها ليلة الخميس، حتى مش يوم كامل، ده الليلة يعني من الساعة 6 مثلا بعد الظهر لما خلصوا اليوم الأول لغاية مثلا 10 أو 11، يعني كل الوقت ده 5-6 ساعات الواخد كل الصحات دي. الخميس ده اللي هو ليلة الصليب مباشرة، مش كده؟ يعني هو خرج من بعد الصلاة في 17، يعني بعد ما أنهى صلاته الشفعية في 18 عدد 1 و2 و3 بيجوا يقبضوا عليه، فإحنا دخلنا بقى على بداية يوم الجمعة اللي هي الجمعة العظيمة اللي هي فيها المحاكمة وفيها الصليب. فأنا كنت الأول مرة أسمع أن كل الإصحاحات دي كانت عبارة عن ساعات في حياة المسيح، مش بس الليلة الأخيرة لا. وبالتالي قعدت أفكر يمكن نخلي العنوان الليلة الأخيرة، لأن هي فعلا كلها بتحصل في بالعكس الليلة الأخيرة واحدة لغاية 19، يعني لو احنا عايزين نمشي بقى القبض عليه والصلب لغاية الصلب، يعني احنا دي اليوم الأخير في حياة المسيح. وبعد كده قلت لا خليها قبل الصليب أو في الطريق إلى الصليب، لكن فعلا هي بالضبط أحداث وأحاديث الرحيل زي ما سمعتها من الراحل الدكتور القس فايز فارس، هي أنسب حاجة للإصحاحات من 13 إلى 17 يعني. بس أنا هبتدي معاك ومع المشاهدين من إصحاح 11 مش من إصحاح 13. أوكي. أنا نفسي تكلمنا عن إزاي هتمشي السلسلة ديت. بس اسمح لي أحبائي المشاهدين، السلسلة دي أنا متوقع أنها تكون غنية جدا جدا، فلو أشجعكم أن أنتوا تجيبوا ورقة وقلم أو نوتة وقلم عشان نكتب في حاجات كتيرة جدا. إحنا مش هنسيب آية مش هنتكلم فيها، فحلو قوي لتعلمنا أن إحنا نكون بنكتب. أشجعكم تعملوا دوت. أوكي. تفضل. المنهج بتاعنا هيبقى عبارة عن درس كتاب، يعني المشاهدين يتوقعوا أن اللي هنقدمه ليهم هو درس كتاب، مش هنقف بس عند آية آية، إحنا هنقف عند كلمة كلمة وبعض الأحيان عند حروف معينة. ده مش مبالغة مني، لكن المشاهدين معانا هيكتشفوا ازاي ان مفيش حاجة بين السطور ما توقفناش عندها. بمعنى انا عايز اساعد المشاهد من خلال دراستنا لكلمة ربنا من اصحاح 11 لغاية اصحاح 17، ال7 اصحاحات دول ممكن يكونوا مدرسة لقادة الاجتماعات، لقادة درس الكتاب في الكنائس، كيف نقرأ حياة المسيح، كيف نقرأ كلمة الله بشيء من التدقيق، ونخرج بدروس غنية جدا في كل مرة بنقف قصاد آية أو آيتين، مش محتاجين إصحاح كامل عشان الرب يعلمنا أو يكلمنا من خلاله. طيب، فأنا هناخد ما يسمى درس كتاب، هنعتمد على ما أسميه أنا الخلفية الحضارية للكتاب المقدس. يعني إحنا مش في زمن المسيح،
احنا مش في المكان اللي كان عايش فيه المسيح. يا لو احنا في ارض فلسطين في جزء من اللي احنا هنتعلمه مش محتاجين نتكلم عنه لان الجغرافيا احنا نعرفها. زي ما احنا عايشين في مصر, فلو حد قال لي ان ربنا هيبارك من 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 الاسكندريه لغايه اسوان هعرف انه هيبارك كل مصر. لو قال من الاسكندريه لغايه القاهره يبقى الدلتا, لو من القاهره لغايه اسوان هقول الصعيد وهكذا. فلو ربنا اتكلم بالجغرافيا وهو يتكلم كثيرا بالجغرافيا فهنفهم اللغه دي لان احنا اهل المنطقه, ولان احنا مش اهل المنطقه مش في احنا ما عشناش في فلسطين فاحنا محتاجين نقرب الجغرافيا بتاعت فلسطين لكن كمان نقرب من العصر اللي عاش فيه المسيح. هنقابل عملات, هنقابل مسافات, هنقابل اشياء بالنسبه لنا غريبه جدا. فاحنا لما هنفك الحاجات دي يعني مثلا هنيجي عند لما مات لعازر هنقول ان في حاجه وعشرين حاجه كانت بتتعمل في البيت اليهودي ما يسمى ايام المناحه. فأيام المناحة دي كم يوم, درجة الحزن بتتغير ولا لأ, وهكذا. دي حاجات هتخلينا قريبين من البيئة كأننا جوه بيت مرثا ومريم في حزنهم على لعازر. فدي الحاجة اللي أنا هتعب فيها شوية مع المشاهدين عشان نقرب. ده هيساعدنا في إيه بقى؟ أنا بس عشان أكمل, نحن هنحول النص مش إلى سيناريو, لا إلى مشاهد, ومشاهد حية نتفاعل معها نقرب منها وكأننا جزء من الأحداث. فهنا سنرى المسيح وحركة المسيح ووجه المسيح كثيرا, كما سنرى تلاميذه توما مثلا هو بيسأله, كما سنرى مرثا ومريم, كما سنرى العاذر هو بيقوم بالأموات, كما سنرى اليهود. دي الأشياء اللي أنا عايز أجسدها وأجسمها قصاد المشاهد عشان ما يشعرش لحظة بغربة عن النص اللي هو بيقراه, بالعكس هيتفاعل, هيشعر بالغنى اللي موجود في كلمة ربنا. عشان كده الكتاب اللي معايا أنا دلوقتي اسمه الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية. ده أنا يعني بشجع كل المشاهدين يكون عنده الكتاب ده. ده كتاب كل الكنيسة رجعته ووافقت عليه, كنيسة أرثوذكسية, كنيسة الكاثوليكية, الكنيسة الإنجليزية بكل مذاهبها, الإخوة والإنجيلين. فالكتاب ده موجود في دار الكتاب المقدس. أنا اشتغلت فيه 21 سنة, 7 سنين في العهد الجديد و14 سنة عهد قديم, لكن كل كلمة موجودة هنا متراجعة من الكنيسة بمختلف مذاهبها وطوائفها ومتوافق عليه. فده يعتبر كتاب الكنيسة مش كتاب دار الكتاب. فأنا بشجع الناس أن يكون معها الكتاب ده كخطوة أولى لدراسة أعمق لكلمة ربنا. الخلفية الحضارية مهتمية بالجغرافيا زي ما مهتمية بالتاريخ, زي الخلفية الدينية, الخلفية الكتابية وهكذا. في خلفيات كتيرة هنقابلها دلوقتي وهنشعر بقد إيه إحنا كنا فقراء وأسف الكلمة سطحيين في التعامل مع كلمة ربنا الغنية جدا. ومش عايزين نفضل شحاتين ومش عايزين دايما نبقى فقراء, إحنا عايزين ربنا يغنينا بكلمته, نحب كلمته, نتشوق ليها, نشعر بقد ايه احنا اغنياء بسبب الـ الكلمه اللي ادهنا. فاحنا ان شاء الله دي رحله طويله, رحله فيها عمق ففيها مجهود. كل ما هنفحت في كلمه ربنا كل ما هنكتشف الكنوز اللي جواها. عارفين يعني الاثار المصريه او حتى الابار بتاعه البترول, كل ما بتحفر كل ما يعني هتاخد على قد تعبك. يعني كل ما هتحفر في كلمه ربنا هتكتشف انك قد ايه كنت محروم لما كنت بتاخدها مجرد قراءه عاديه وكنت متوقع ان ربنا هيباركك. هيباركك لكن البركه هنا هتبقى مضاعفه ان شاء الله. امين امين. بالمناسبه يوسف نسان هو رئيس قسم الدراسات والابحاث بدار الكتاب المقدس بمصر, واذن لي ان انا اقول انه هو اللي عمل الكتاب دوت, الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحيه. شفته سنين هذه عددها, يمكن هو يبقى يكلمنا عن رحلته في هو اللي اعده وهو اللي عمله. فربنا يباركك يا استاذ يوسف ويستخدمك. انت قلت لنا حديث الرحيل من اصحاح 13 اصحاح 17, لكن واضح ان صح 11 معانا, فليه هنبتدي من 11 وهل 12 معانا ولا لا؟ وانت شكلنا كده الحلقات اللي جايه دي غالبا هتبقى متركزه في اصحاح 11, فنفسي اسمع من حضرتك. اوكي, صح 11 هو الممهد, هو السبب في 13 14 15 16 17. في لو 11 ده مش معانا, لو الاحداث اللي موجوده في 11 دي مش معانا,
ما كناش هنوصل ل13 بأي شكل من الأشكال. فهو تمهيد ل13 وهو لازم وضروري ل13. 11 و12 طبعا هناخد 11 و12 وهنكتشف ليه انا بدل ما ابتدي ب13 يعني صد كده ليه ابتديت ب11 كتمهيد كمدخل عشان نفهم احنا وصلنا ل13 ليه. يعني فهو 11 ده مش هنفهم كلمات المسيح في بداية إصحاح 13. يسوع وهو عالم أن ساعته قد جاءت، يعني هذا المدخل اللي بدأ به صح 13 إلا ب 11 و 12. ف 11 و 12 من وجهة نظري كان لازم عشان ندخل بقى على فعلا الليلة الأخيرة على الأحداث وأحاديث الرحيل في النهاية، لكن دي مش أحداث وأحاديث الرحيل، ده ما قبل الأحداث وأحاديث الرحيل فعلا. تمام، اتعلمت منك وانت بتلمزنا قبل كده أنه كل إنجيل ليه طريقة في القراية. تمام، فنفسي تكلمنا عن إنجيل يوحنا بصفة عامة وإزاي نقرأ إنجيل يوحنا. أولا إنجيل يوحنا يقف وحده أمام الثلاث أناجيل، يعني معروف لكل حتى بمعنى يعني إيه يقف وحده. يعني أنت عندك ما يسمى أناجيل متشابهة اللي هي متى ومرقس ولوقا. الثلاث أناجيل أو الثلاث بشيرين كتبوا الكتاب يعني الأناجيل بتاعتهم بما يسمى سكيلتون واحد. يعني سكيلتون واحد يعني قالوا ان المسيح بدأ خدمته في الجليل ثم ذهب في رحلة واحدة الى الشمال ثم رجع الى الجليل ومن الجليل الى اليهودية. دول اربع خطوات الثلاث اناجيل متفق عليها. ما فيش حد فيهم ما قالش انه ذهب الى الشمال مرة واحدة، ما فيش حد فيهم قال انه ما ابتداش خدمته في الجليل، ما فيش حد فيهم ما قال ما ختمش خدمته في الجليل ثم انه ذهب الى اليهودية والى اورشليم مرة واحدة في خدمته اللي هي الصليب. فالتلات اناجيل اللي بنسميهم الاناجيل متشابهة في مكان، يعني بيغطوا مرحلة حاجة معينة. إنجيل يوحنا عكس كده بقى. إنجيل يوحنا اهتم جدا بالأعياد اليهودية، يعني اعتبر الأعياد اليهودية هي الأساس لتأريخ حياة المسيح عشان يطرخ لحياة المسيح. قال عشان أقرب للناس الأحداث ثلاث سنين اللي عاشهم على الأرض أنا هاخد الأعياد اليهودية عشان تبقى هي دي الجايد او هي دي المرشد لينا ازاي نقرا حياه المسيح على سبيل. فهو قال لنا ان في فصح اول وفي فصح تاني وفي فصح ثالث. ففي الثلاث سنين المسيح ذهب الى الفصح ثلاث مرات. الاناجيل المتشابهه ذهب الى اورشليم مره واحده اللي هي الصليب. فلو قريت الثلاث اناجيل 300 مره 100,000 مره هنكتشف ان المسيح بالكتير عاش في الارض بالنسبة لخدمته اكتر من نص سنة، سنة بالكتير او اقل شوية من سنة، يعني مستحيل يبقى ثلاث سنين. فالوحيد اللي قال لي مش التقليد الكنسي مش التاريخ الكنسي لكن كلمة ربنا قالت لنا المسيح عاش على الارض ثلاث سنين في الخدمة، يعني طبعا في 30 سنة قبل لكن ثلاث سنين خدمة من خلال الاعياد اليهودية، من خلال الفصح الاول اللي هو فصح 2، الفصح الثاني فصح 6، ثم الفصح الثالث فصح 11 و 12 اللي هو الفصح الاخير اللي احنا رايحين له دلوقتي. غير بقى ان عندي فصح عندي عيد اسمه عيد المظل وعندي عيد اسمه عيد التجديد وفي عيد مجهول في صح 5. في 6 اعياد موجودين في انجيل يوحنا لا يوجد لهم مثيل او نظير في اي انجيل تاني. دي اول حاجه، يعني دي من مميزات انجيل يوحنا. يعني احنا عرفنا الثلاث سنين من انجيل يوحنا وانه ذكر الفصح، الفصح كان حاجه سنويه بالزبط. فذكره ثلاث مرات فده اللي خلانا ندرك ان ده غير انجيل يوحنا كنا نفتكر انه كناش هنعرف الزمن او كان هيبقى وقت بسيط جدا اقل من انه سنه. ممكن يكون التقليد الكنسي وده شيء فوق الراس، وممكن التاريخ الكنسي اللي قاله يوسيبيوس المؤرخ ممكن كان قال لنا ثلاث سنين بس هيبقى عندي مصدر خارجي مش مصدر من كتاب مقدس. لكن من العهد الجديد من الاناجيل ما فيش غير انجيل يوحنا اللي بياكد لي هذه الحقيقه ان المسيح على الارض عاش على الاقل ثلاث سنين او ثلاث سنين وربع او ثلث في الخدمه غير الثلاثين سنه طبعا. اللي بداهم. طيب دي اول حاجه، فالاعياد اليهوديه تعتبر اول ملمح. في بقى الكلمات اللي قالها المسيح. المسيح لم يعرف نفسه، لم يقدم نفسه للعالم كما قدم نفسه في انجيل يوحنا خالص ابدا، مفيش مقارنه. المسيح يعني لما يقول انا نور العالم ثلاث مرات في الانجيل لا يوجد نظير لهذه الكلمه في اي انجيل تاني. لما يقول انا الكرمة الحقيقيه وقبل الكرام مفيش نظير، مفيش في مره تانية سمعنا الكلام ده. لما يقول ان انا الماء الحي، لما بيقول ان انا الخبز النازل من السماء، لما بيقول انا الباب، لما يقول انا الراعي الصالح، سبع تعريفات يقدم فيها المسيح نفسه
فيها تبتدي بأنا هو كذا كذا كذا، لا يوجد واحدة منهم في أي إنجيل تاني. فالمسيح المبشر، المسيح الكارز، المسيح الذي يقدم ناس نفسه للآخرين، يعني شوف عبقرية المسيح اللي أنا دايما بقعد وسطها بقول إحنا عجزنا إن إحنا نكون زي المسيح تمام، إحنا مش تلاميذ حقيقيين للمسيح. ليه المسيح إمتى قال أنا الماء الحي؟ مع المرأة السامرية عند البئر، هي عطشانة وبتيجي المشوار ده كل يوم الظهر الساعة 12 وتيجي لوحدها لأنها يعني سيئة السمعة، ما فيش ستات بيجوا معها، فالست دي أكتر حاجة نفسها تبطلها المشوار ده. فلما قال لها إن أنا لما أديكي مية مش هتحتاجي مية تاني، قالت له فين؟ يعني كانت هتموت على المية دي اللي تعفيها من التعب ومن المشوار ومن التعب. إمتى قال أنا الخبز النازل؟ لما بيقولوا الناس الجعانين، يعني ما قالهاش. إمتى قال أنا هو القيامة والحياة؟ في الإصحاح ده، صح فين؟ عند القبر. لمين؟ لأخت الميت، لمرثا، قال لها أنا هو القيامة والحياة. لما إمتى قال أنا هو الطريق؟ لما توما قال له في صحة 14 لا نعرف الطريق، أرينا الطريق، قال له أنا هو الطريق. فلما أنا باجي بسؤال للمسيح، المسيح عنده إجابة حسب احتياجي. يعني المسيح مش إمتى قال أنا نور العالم؟ للمولود أعمى. يعني ما فيش حد هيعرف قيمة النور ابدا في العالم ده كله قد انا وانت، حتى لو تعامينا دلوقتي بعد شر عليك، لكن شفنا النور، شفنا الالوان. لكن المولود اعمى ده هو اكتر واحد هتلقط معاه ان المسيح اللي بيقدم نفسه ليه ان انا نور العالم. المشكله بقى ان احنا لما بناخد الحاجات دي بنروح لناس مفتحين نقول لهم نور العالم، بنروح ناس شبعانين نقول لهم المسيح هو خبز الحياه، طب هم مش محتاجين. فهمني يعني دي مشكلة. يعني كيف قدم المسيح نفسه بإبداع، بعبقرية، خلاق إلى أبعد حدود، هو الخالق بالفعل. طبعا هو إنجيل الآب والابن. لو عايز تعرف العلاقة بين الآب والابن لا تذهب إلا إنجيل يوحنا. تأتي لهذه العلاقة في هذا الإنجيل اللي هو 21 إصحاح 122 مرة، تخيل. في الثلاث أناجيل على بعضهم كده 45، لكن في الإنجيل ده لوحده 122 مرة. وبعدين لا بيفصصها لي بقى وبيقول لي أسرار لا يوجد نظير لها في الأناجيل الأخرى. فالذين يعني عايزين يتمتعوا بأنه يعرفوا هذا السر، ماذا سر العلاقة بين الأب والابن لا يمكن إذن ندركها بالكامل، لكن المسيح أعلن عنها وقال لنا 122 مرة طبيعة العلاقة، إن الأب مثلا يحب الابن، وإن الابن يحب الأب، وإن الأب والابن واحد، يعني وهكذا أشياء لا نهاية لها بقى يعني في الأمر. وده سؤال أنا طبعا هنجاوب عليه في حلقات تانية، بس أنا عايز أشوق أحبائنا المشاهدين أنه إحنا هنتكلم عن ابن الله، يعني زي المسيح قال عن، لأن في ناس في بعض الدعاءات بتقول أن المسيح ما قالش عن نفسه أنه ابن الله. فالإجابة بتاعي هتكون في إنجيل يوحنا، بس دي أنه مش موجود في أي أفواق تانية. بشجع حضراتكم تتابعوا معنا، لأن هيبقى في إجابات على أسئلة كتيرة. وأنا دايما بقول أنه البرنامج دوت أثق أنه يكون نور لينا ولحياتنا في الوقت اللي جاي. ازاي نقراه بقى يا يوسف؟ ما لسه بقى انا بقول ايه. هو مثلا انجيل اورشليم واليهوديه، عشان الناس اللي ما عندهاش التخيل الخريطه، الجليل في الشمال والسامره في المنتصف واليهوديه في الجنوب. المسيح طول عمره عايش في الجليل، يعني عاش 30 سنه في الناصره اللي هي بلد النشأة والميلاد، وثلاث سنين في كفر نحوم اللي هي سنوات الخدمه. فانت بس الاثنين في الجليل في الشمال، لكن زار اورشليم زيارات، ما عندوش بيت هناك، ما عندوش تلاميذ هناك، هو بيزور. والبيت اللي كان بيرتاح له هو اللي هنتكلم عنه، هو بيت مرثا ومريم، لكن كان بيزور اورشليم. فهذا الانجيل بكل المقاييس هو انجيل اورشليم، هو انجيل اورشليم واليهوديه، يعني الاثنين مع بعض. من ال21 اصحاح المسيح في اورشليم وفي اليهوديه 17 اصحاح، اربع اصحاحات بس، اصحاح منهم السامره لما تقابل مع السامرية، والباقيين في كفر نحوم. فيما عدا ذلك المسيح في أورشليم، ما بين أورشليم ما بنتكلم عن ست أعياد، ما الأعياد كلها لازم يحتفل بيها في أورشليم. فإحنا أوصاد إنجيل نقدر نسمي بين قوسين إنجيل أورشليم، يعني هو ده. عشان كده لازم نقرب منه بالفهم ده، بالوعي ده، إن إحنا بنتكلم عن المدينة المقدسة، بنتكلم عن الهيكل، كيف كان يعلم في هذا الهيكل. احنا ما نعرفش اورشليم دي في الاناجيل الاخرى الا في الرحله الاخيره، رحله الصليب. لكن خلاص احنا اتعرفنا على اورشليم، قربنا من معالم بقى، يعني اورشليم بيت حزدة وغير، يعني عرفنا بعض التفاصيل الخاصه باورشليم من خلال انجيل يوحنا مش من اي انجيل تاني. الامر التاني مثلا
عايز اشجع الناس انها لو عايزه تقرا الانجيل ده تحط قصادها كلمه الساعه. الساعه لم تاتي ساعتي بعد. لم يلقوا عليه الايدي لانها لم تكن قد ساعته قد جاءت بعد. يعني كلمه الساعه، والساعه هنا المقصود بها الصليب فقط. يعني كلمه الساعه فيما عدا حاله واحده في انجيل يوحنا صح 2 عدد 4 لما قال للعذراء مريم ساعتي لم تاتي بعد، ساعتي اللي هي بدايه الخدمه. فيما عدا ساعتي دي اللي في يوحنا 2 4 فيما عدا ذلك الثمان مرات اللي بعد كده كلهم بيشيروا الى الصليب. يعني ودي بردك واحده من ضمن المفاتيح بتاعت الانجيل ده. لن تجد الكلمه دي في الاناجيل الاخرى، كلمه الساعه دي بتاعت المسيح وبتاعت انجيل يوحنا وبتاعت الصليب. فعشان كده يقول في صح 13 اللي هنبتدي في يوم من الايام في نتكلم في احاديث الرحيل، يسوع هو عالم ان ساعته قد جاءت. الساعه دي اللي هي ساعه الصليب. يعني فاهم؟ فدي بردك من الاشياء. طبعا بردك هو انجيل حاجتين تاني بسرعه، هو انجيل العالم كوزموس، كلمه اليونانيه كوزموس، انجيل العالم، وهو انجيل كتب للعالم. تاتي كلمه العالم في هذا الانجيل 78 مره. اول مره في اصحاح 1 عدد 9، اللي معاك الكتاب ده هيروح في 1 عدد 9 يعرف ان في للكلمه دي في هذا الانجيل فقط، يعني او عند يوحنا فقط، خمس معاني مختلفه. فكلمه العالم مش معناها الخليقه، مش معناها الناس، مش معناها الاشجار والطبيعه، لا، ليها خمس معاني. وانا جايب في البحث بتاعي هنا ده او في الكتاب هنا الخمس معاني وقصاد كل معنى الشواهد اللي بتدعم كده. فدي برضك انجيل العالم. العالم قصاد 78 مره ثلاث انجيل على بعض كده 15 فقط. وفي سفر اعمال الرسل كله مره واحده، في اعمال 17-24، يعني في كل اعمال الرسل لم تاتي الا مره واحده في اعمال 17-24. فدي العالم. انا بشجع الناس تقرا الانجيل من خلال الكلمه دي وتشوف وتكتشف بقى محبه الله للعالم، الساعه والعالم، العالم ثم المحبه. هو المحبه بالظبط، المحبه هو انجيل المحبه، لانه هو كاتبه هو اصل. يعني يوحنا ده هو الحبيب، فهو لم يعني افضل موضوع يحب يتكلم فيه هو المحبه تماما، زي ما كان بيحب يتكلم عن الاب والابن. يعني دي الموضوعات المحببه ودي المتوقعه من الحبيب اللي هو يوحنا، ان يتكلم عن المحبه. طبعا كلام بقى المحبه لا نهايه لها، ممكن في مره اتكلم عنه بالتفصيل اكتر. احنا هنعمل كده في كل حلقه، هنبقى بناخد تطبيق عملي معاصر يعني يتعايش في حياتنا المعاصره، ما يبقاش مجرد كلام. فنفسي في نهايه الحلقه بعد ما سمعنا المقدمه الجميله ديت الغنيه ديت نعرف تطبيق عملي لحياتنا. اول حاجه عايز المشاهدين معانا يتفقوا معانا، يحطوا ايديهم في ايدينا، ان احنا في بدايه رحله طويله، ورحله كل يوم ان شاء الله نلاقيها شيقه اكتر، مليانه بالتفاصيل اللي ما كناش واخدين بالنا، خاصه وانها رحله المسيح وخطوات المسيح الاخيره للصليب. يعني اكتر حاجه كانت شغله ذهن المسيح في الوقت ده هو الصليب. يعني لعازر مات وهيروح يقوم، بس اكتر من بدري. عشان كده في لوقا 9:51 من بدري ثبت وجهه الى اورشليم، يعني ومش هيرجع. يعني من 9:51 مش هيرجع، لا هنشوف كفر نحوم ولا هنشوف بحر الجليل ولا، خلاص راح. وهو ما فيش حاجه في لم ياتي المسيح الا ليفدي البشريه. لم ياتي المسيح عشان يعمل معجزات، حتى اقامه الاموات اللي هي اقام الاموات وليش اقام الاموات، ولا حتى عشان تعليم عظيمه، ما انها عظيمه جدا، كان ممكن يبعث نبي، لكن الوحيد الذي لا يستطيع غيره أن يفدي البشرية هو الشخص المسيح. عشان كده لأجل هذه الساعة قد أتى، هو نفسه بيقول كده، لأجل هذه الساعة اللي هو الصليب. فإحنا مش عايزين نشغل نفسنا طول الرحلة الطويلة دي اللي ممكن تقعد معنا السنين، ما عرفش كم سنة هي، فعلا هتاخد وقت طويل معنا. ما نملش، ما نسهقش، بالعكس نشجع بعض، نشجع اللي حوالينا أن الرحلة دي تستاهل. اللي دفع ثمن حياته عشاننا وادانا ذاته واسلم نفسه لاجلنا يستاهل ان احنا ناخد وقت طويل في الرحله دي معاه، نمسك في ايده مش في ايدينا احنا، يعني يمسكه في ايدين المسيح. فاول حاجه نشغل نفسنا بالصليب. يعني لو رسالتي للناس من فضلكم من اللحظه دي هندي رسائل تطبيقيه كتيره جايه،
هتبقى عملية قوي قوي. بس الرسالة الأساسية بالنسبة لي ليهم النهاردة أو الأولى ليهم النهاردة هو أن ننشغل بالصلاة. كأنها رسالة للذهن وللوجدان بتاعنا أن نركز على الصلاة ننشغل نتكلم عنه نحكي في البيت عنه، المهم ننشغل بالصلاة. تاني حاجة عايزين نكون زي أهل بيرية مش زي أهل تسالونيك. إيه الفرق بينهم؟ الكلام ده موجود في أعمال 17. بعد ما بولس ساب أهل تسالونيكي ذهب إلى أهل بيرية، يقول الكتاب وكان هؤلاء اللي هم أهل بيرية أشرف من الذين في تسالونيكي، كانوا أفضل من الذين، فقبلوا الكلمة بكل نشاط. وده اللي أنا عايز الناس تعمل زيها، فاحصين الكتب كل يوم، فاحصين الكتب كل يوم. يعني اللي الرب عايز يحط قصادنا النهاردة الكلام ده هتقف صح 17 عدد 11 أعمال 17 عدد 11، أن نفحص الكتب كل يوم، أن نفعل ذلك بنشاط بحماس، أن احنا عايزين نكون أفضل من غيرنا في مع كلمة ربنا بالذات. آخر حاجة أسيبها معاهم، أنا عارف أنه احنا كلمنا عن موضوعات كتيرة، كلمنا عن المحبة، كلمنا عن العالم، كلمنا عن كيف قدم المسيح نفسه. أنا هو مش عايز حد من اللحظة دي يكون لم يعرف المسيح بعد، عشان تكمل الرحلة وعشان تجدد الأشواق وعشان نشاطك يزيد في رحلة طويلة معانا، اعرف المسيح أولا، شوف احتياجك إيه وروح له. المسيح عمره ما هيردك، انت أي حاجة تخطر على بالك مش هتلاقيها في العالم اللي مليان أنوار بتزغل العينين، لكن مفيش حاجة حقيقية، كله فاضي. اللي هيديك الحياة الحقيقية والحياة الأبدية هو شخص المسيح، وده اللي عمله مع كثير مع ملايين، وهو متمني، هو يحب ان يبتدي معاك رحلة. انا بتكلم هنا عن الناس الذي لم يعرفوا المسيح بعد، مش عايزك مجرد تاخد معلومات، انا عايز حتى لو هم جوه كنايس، حتى لو عنده خدمات، لازم يقول انا النهاردة هاخد خطوة جديدة في حياتي ان اعرف المسيح معرفة شخصية واخده مخلص شخصي لحياتي. امين. شكرا لحضرتك، شكرا لاحبائي المشاهدين، ونتقابل ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامج أحداث وأحاديث الرحيل.